على كل حال بقى خلينا نقول لحضراتكم، نقول للناس القايمه بقى اللي موسيماني اختارها عشان تسافر الامارات. نبدا بوليد سليمان وعلي لطفي، حسين الشحات، رامي ربيعه، ومحمد هاني، وطاهر محمد طاهر، واليو ديانج، محمد محمود، احمد عبد القادر، عمار حمدي، بيرس تاو، محمد اشرف، محمد فخري، وافشه، ومحمود وحيد، وحمزه علاء، كريم فؤاد، حسام حسن، ولويس مكسيوني، زياد طارق، ومصطفى مخلوف، وياسر ابراهيم. مجموعه محترمه جدا، كل اسم اكيد بيثبت نفسه يعني ماتش عن ماتش ومباراة عن مباراة، فبنتمنى ليهم أكيد التوفيق بإذن الله.